السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير. قبل كل شيء نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويا ريت من فضلكم تعملوا لايك للفيديو. الفيديو النهاردة عن حاجة كلنا بنحبها، هي القطط. ايه معنى القطط في الرؤية؟ القطط في الرؤية يعني من الرموز اللي فيها اختلاف كبير، يعني احيانا تيجي محمودة جدا واحيانا تيجي بمعنى سيء جدا. ازاي؟ رقم واحد، القطط الصغيرة. القطة الصغيرة بتعود على الأطفال، يعني لو أنا ما عنديش أطفال أو بتمنى أطفال وشفت إن في حجري قطة صغيرة، ده معنى إن في طفل هيجيلي الفترة اللي جاية بإذن الرحمن. طيب شفت إن في قطة بتتشعلق أو بتتشعبط أو بتمسك في ملابسي، ده معنى إن في حمل قريبا، فهنا بتكون محمودة جدا القطط الصغيرة للي بينتظر حمل. طب انا ما بنتظرش حمل ولا حاجة وشفت قطط صغيرة كتير، مش محمودة، لان ده معناه انه مشاكل، ولكن مشاكل بتجتمع على الانسان. فالقطط الصغيرة محمودة لمين؟ للي بينتظر حمل او اللي بينتظر ذرية. خلافها بقى من رجل من امرأة، وجودهم مش محمول لان ده رمز لمشاكل او خلافات الفترة اللي جاية. طيب لو انا شفت قطة مش صغيرة ولكن قطة كبيرة لكن وديعة وجلسة جنبي أو كانت يعني جلسة بوضع محمود، هي لأذتني ولا كان في أي سوء، هنا معناها إيه؟ هنا بتكون رمز لصديقة وفية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر إن هي من الطوافين والطوافات، فمعنى إني أشوفها جلسة بشكل كويس جنبي ما أذتنيش ولا في أي ضرر، فده معنى إن صديقة وفية ليكي ولازم تحافظي عليها. طيب لو أنا شفت إن قطة ولكن هي مش جالسة جنبي، هي بتلف حواليا، يعني قطة كده ماشية حواليا مطرح ما اروح الاقيها، او انا جالسة وشفت ان هي بتلف حواليا، ده هنا تنبيه ليكي. تنبيه من ايه؟ من امرأة بتحاول تعرف اخبارك، تعرف اي حاجة بتخص حياتك، اي شيء انتي بتمر بيه، اي حاجة عايزة تعرف اخبارك باي صورة. فهنا رمز لانه خلي بالك ان في امرأة تحاول تعرف اخبار ما تخصهاش عنك. طيب شفت ان في قطة بس القطة دي كانت بتمسح جسدها في ملابسي، هنا مش بتمسك فيا ولا زي ما قلنا ان هي بتتشعبط في ملابسي، لا هي بتمسح فيا راسها زي عادة القطط، يعني ان هي بتمسح جسدها فيا او راسها فيا، ده معناه ايه؟ ده معناه امرأة هتتودد ليكي الفترة اللي جاية بس لانها بحاجة، مش لانها منافقة او مخادعة او كذابة، لا هي بتقولك ان في امرأة الفترة اللي جاية يعني هتتودد ليكي او هتسألك بصورة طيبة ان هي محتاجة منك معاونة معينة، سواء من مال من طعام من شيء معين، لكن هتطلبه منك الفترة اللي جاية. طيب لو انا شفت بقى ان قطة ولكن القطة دي كانت على فراشي، القطة على فراشي بتنبش فيه او بتنكش كده زي ما بنقول في الفراش بتاعي، ده معناه ايه؟ هي حذر يعني او تحذير كبير جدا للمتزوجة. ليه؟ لان دي بتقول لها خلي بالك ده في امرأة بتحاول تفسد زواجك، يعني في امرأة بتحاول تبوظ معيشتك كلها انت والزوج الفترة اللي جاية، اما ان واحدة بتحاول تدخل لحياته او ان واحدة بتحاول انها تفسد عليكم حياتكو انتوا الاتنين وتكون سبب في انفصال. طيب لو انا مش متزوجة وشفت ان واحدة بتعمل كده او قطة بتعمل كده في سريري او في فراشي، ده معنى ايه؟ هنا تنتبهي من ان في امرأة احذري منها، خاصة لو انت عندك تعطيل، لان ده معناه ان في امرأة هي السبب في افساد موضوع زواجك او مواضيع زواجك. طبعا كله رزق وكله قدر من الرحمن، ولكن الرؤية هنا بتكون تنبيه، ربما ان المرأة دي ليها في الاسحار، ليها في الاذى، ربما ان المرأة دي بتتأول عليا بكلام باطل يكون سبب في وقف حال، فهنا بتكون رمز لتنبيه. طيب لو اجتمعت القطط وانا شفت او سمعت صوتهم بشكل مبالغ فيه، كنت متضايقة كنت حزينة من صوتهم أو مخنوقة من صوتهم، ده هنا معناه إيه؟ ده هنا معناه كثرة مشاكل وخلافات وهموم كلها جاية عن طريق نساء، كلها جاية عن طريقها. طيب لو أنا بقى شفت إن في قطة
خربشتني. قطة خربشتك مش محمودة، لأن ده معناه تمكن امرأة من إصابتك بأذى. يعني امرأة كانت بتسعى ان هي تنول مني، ان هي تنتصر عليا، تدخلني في مشكلة، تدخلني في ضرر، وخلاص هي تمكنت. فالرؤية هنا تنبيه ان خلي بالك، خلي بالك من تمكن امرأة منك الفترة اللي جاية، عن طريق بقى ان انت هتديها فرصة، ان انت مش هتدافع عن نفسك. فالرؤية هنا بتكون تنبيه، طالما خربشت فهي هتتمكن. طيب، هو اللون الاسود بيفرق في القطط؟ اه، اللون الاسود بيفرق، واللون الاسود ليه معنيين، مش دايما انه جن وشيطان، لا، هو احيانا بيكون رمز للمس، واحيانا بالفعل بيكون رمز الاسحار، بس احيان تانية ما بيكونش ليه علاقة بالامرين دول اصلا. بيكون رمز لايه؟ بيكون رمز للاعداء، ان في عدو بيسعى ليا في ضرر، ومن جواه حقد عظيم جدا. فاحيانا بيكون رمز تنبيه بعيدا بقى عن المس والسحر، لكن بيكون رمز لعدو. طيب، لو انا شفت ان قطة سودة بيني وبين زوجي، هنا معناه ايه؟ هنا معناه انه مشاكل عظيمة ما بينكو الفترة اللي جاية، ولكن هتطرق بسبب ايه؟ بسبب عدو هيتدخل ما بينكو انتو الاتنين. فالقطة السودة لو جت ما بينكو اعرف ان خلافات، ولكن بسبب تدخل حد. طيب، لو قطة سودة انا شفتها لسه هتدخل للمنزل، هي ما دخلتش، هي القطة السودة دي كانت بره ولكن لسه بتقبل على المنزل، هنا لازم تحذري جدا، ولازم تخلي بالك من امرين. اولا الاستغفار، ثانيا الدعاء مع الصدقة، لان القطة السودة جزء انها لسه مقبلة على البيت. دي هنا مش امرأة ولا سحر ولا كده، ده رمز الحزن عظيم، او هم كبير جدا هيطرأ على اهل البيت. فالقطة السودة دخولها او ان هي على وشك الدخول، ده رمز لانه في هم وفي مكروه هيكون سبب في حزن لاهل البيت. طيب، لما تشوف الرؤية دي اولا تستعيذ، ثانيا ياريت ان انت ما تأثرش في ناحية الدعاء وصدقات، ما تهملهاش. طب انا قتلتها، يعني شفت ان القطة السودة بتحاول تدخل لمكاني، بس انا موتها، تخلصت منها، ده معناه نجاة ليك، نجاة من ظرف سيء وحدث عظيم كان هيكون سبب فهم وحزن كبير جدا هيدخل عليك الفترة اللي جاية. طيب، لو هي القطة السودة دي حد اللي بيدخلها، او حد داخل عليا بقطة سودة، هو اللي شايلها وجايبها وداخل بيها، هنا معناه ايه؟ هنا سيبك بقى من القطة السودة خالص، وركز في اللي داخل بيها. اللي داخل لك بقطة السودة ده رمز لانه الشخص ده نواياه سوء، ده مش صديق، او مش شخص يعني في ود، ده حد بيتمنى السوء والضرر ليك. فلما تشوف حد داخل عليك بقطة سودة، اعرف ان ده حد داخل بالسوء والضرر، فحاول ان انت تبعد نفسك او تصرف نفسك عنه قدر المستطاع، ربنا يحفظكوا جميعا. ياريت كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وياريت من فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك، وفعلوا جرس الإشعارات.